المكان ده يعني الكنيسة الأثرية هي البيت اللي قعده في الفترة دي، لكن المكان ما بقيش يعني ممكن نقول دي البيت شاقة جدا، شاقة جدا يعني. وطبعا وسيلة المواصلات يعني أكيد كانت حاجة، الشمس بتتحرك. طبعا بيعيشوا هنا بيصلوا باللغات بتاعتهم، مسيحيين مش مسيحيين، وكان ليهم كنيسة في الدور الثاني. فلما عدد الأحباش قل سنة 1990 كان في 5 رهبان أحباش، لكن قبل كده طبعا في القرون الوسطى كان عددهم بالعشرات، وعشان كده كان ليهم كنيستهم وكان ليهم اللي بيصلوا فيها بلغتهم. وسبب ان بيحبوا هنا المكان انه يدينا ويندو كبيره جدا على العالم، لان احنا كنا بنتكلم 2 مليار كاثوليكي بالاسم او بالفعل، ده مش موضوعنا، لكن احنا مثلا بنستهدف السياحه او مسيحي مش كاثوليكي بس. بس